كل عام وانتم بخير يا عسى الخير الوفير لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير بيننا احلى الليالي بالوصل يحلى المنال والتهاني بخير حال لجلكم عبر الاثير لجلكم عبر الاثير كل عام وانتم بخير يا عسى الخير الوفير لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير بيننا احلى الليالي بالوصل يحلى المنال والتهاني بخير حال لجلكم عبر الاثير لجلكم عبر الاثير كل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. العيد في الإسلام ليس احتفالا فرديا، وأنه لا يكتمل بفرح أفراد دون أفراد، بل هو فرح للأمة جميعا. كل عام وانتم بخير ومن العايدين، وعساكم من عوادة، وحياكم وبياكم في حلقة من حلقات سهرات وانتم بخير. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الليلة الجميلة اللي تجمعنا معكم في ليالي عيد الفطر المبارك. ما أجمل العيد وما أجمل سهرات العيد. احنا اليوم نشارككم هذه السهرات، سهرتنا مختلفة تماما، ساعة كاملة إن شاء الله مليئة بالفقرات وأيضا الأشياء المميزة اللي راح نقدمها للشاشة وعبر شاشة المجد الأولى. يا سلام، اليوم برفقة صهيب. كل عام بخير. وش نقول؟ وأنت بخير وسلامة. ما عيدتني ولا صديق للزميل اللي على طول الدهرت مع الكاميرا يعني. ولو أشترك ترى الحين بندهر برضو مع ضيوفنا وبندهر مع اللي معانا في الاستوديو ما شاء الله عليهم الأبطال، واللي ما شاء الله جيوبهم مليانة بعيدي العيديات. صح ولا لا؟ وأنتم خارجين نبغى نجمركم كذا يعني 50 ريال 10 ريال 20 ريال ناخذ منكم. صح ولا لا؟ نبغى نسمع صوتكم. صح ولا لا؟ يقولوا صح. يقولوا صح الحمد لله يعني، وناخذ منهم فلوس. حياكم مشاهدينا الكرام وحيا الله من انضم معنا هنا في الاستوديو اليوم. معنا المكان الجميل هذا، طبعا هو استوديو خارجي ومكان حلو صراحه، يذكرنا كاننا كذا جالسين في جلسه مجلس كذا، مجلس عيد زي مجلسنا في البيت هذا. صح، نعم، زي نفس المجلس حقنا. صدقت صهيب، انا عارف انتم مشاهدين صدقت صهيب، نفس حقنا في البيت. اتوقع زي مجلس برضو ضيفنا اليوم معنا، منشدنا يزيد الصقري. حياك الله يزيد. الله يبقيك. يا مرحبا. منشد وملحن من المنطقه الغربيه. وكل عام وانتم بخير والامه الاسلاميه جميعا هنا وسعاده، ان شاء الله يعاد علينا جميعا هذا العيد المبارك. يا رب ان شاء الله. شرفتنا يا يزيد. برضو احنا بنرحب ايضا بضيفنا الثاني اللي شرفنا من المنطقه الشماليه. صح ولا لا؟ سلام. يا سلام. صح شمال من تبوك. تبوك الورد عبد الله الغيث، الممثل المبهر على شاشه المجد. حياك الله عبد الله. الله يسعدك. الله يبقيك. كل عام وانت بخير. وانت بخير. وكل عام وانت بخير. بردات تجف ولا ايش؟ لا تعرفني انا انسان اتوتر. كل عام وانت بخير. وكل عام انت بخير طبعا كمقدمين وكشباب. وكل عام وانتم بخير جمهور شبكة المجد إدارة ومسؤولين وكل من عليها. الله، جمهور شبكة المجد إدارة ومسؤولين، كيف تجي هذا؟ هو جمهور الإدارة إدارة إدارة هذه أول واحدة، هذا أول واحدة، هذه ازدواجية العمل يعني، إدارة وجمهور. عبد الله جاي معك كيس كامل. الله نورت عبد الله عزيز، شرفتونا اليوم في الحلقة. واليوم اكيد عبد الوهاب بتكون حلقه مختلفه. اكيد هو طبعا شوف احنا ما دام احنا طالعين من الغربيه يعني حتكون بجو وطابع ما شاء الله تبارك الله المنطقه الغربيه وجميع المناطق ما شاء الله. الاحتفالات في كل منطقه من مناطق المملكه العربيه السعوديه، سواء اللي تبعنا في السعوديه او حتى خارجها. يا سلام. برضه احنا خلينا نشكر حلويات ورد ما شاء الله، هم اللي اليوم ضيفونا، قاموا بواجب الضيافه. يعطيهم العافيه. يعني احنا بناكل اشياء كثيره والله. احنا بناكل، بس قبل لا ناكل بنروح الان نسمع نشيد. بدايه النشيد، بدايه الحلقه. اهم شيء حلاوه عيد في الاكل ولا كيف يعني؟ ولا في الفلوس طبعا. شوف انا اقول حاجه، وانا اقول يا رب يجيبون لنا قهوه كمان. بيجيبون قهوه فيه وعصير وشاي ومويه. لكن كل الاشياء دي بتصير واحنا طبعا نسمع النشيد. ايش رايكم؟ أكيد. ونبغى الابطال معانا مع منشدنا يزيد. خلاص بصوت عالي. خلاص ولا لا؟ موافقين؟ نسمع تحية. يلا اوكي، يلا ممتاز. ما شاء الله عليك، اعطاك على جوك. يلا تفضل يا زيد. تفضل. تعطونا فلوس ولا لا؟ نعطيك في عيديات حلوة. نعطيك، ناخذها من البزران نعطيك اياها، ما عندك مشكلة. اشملني هذا الكلام ولا؟ يعني لا انت خالد. على حسب النشيد. على حسب النشيد طبعا. حيشملك على حسب النشيد. لا ان شاء الله بيشملني باذن الله. اذا انبسطنا من النشيد بيشملك ان شاء الله. والله هي حاجة كتبتها وليدة اللحظة الان. ما شاء الله جميل. طقطقنا عليها كذا كتابة ولحنا، وان شاء الله تعجب الجميع يا رب. يلا ترفع صوتك بس كذا. بس نشيله معانا كذا. يلا. بسم الله. بارك الله عيدنا، بارك الله عيدنا، وبارك الله عيدنا، فرفعنا نشيدنا، بارك الله عيدنا،
وبارك الله لهلال لنا ابتسم معلنا ليلة الكرم فتجليت عيدنا. بارك الله وبارك الله فاجتمعنا على هنا فاجتمعنا على هنا فاجتمعنا حلو فاجتمعنا على هنا فاجتمعنا على هنا فاجتمعنا وفاجتمعنا على هنا فاجتمعنا على هنا فاجتمعنا حققت أجمل المنى فاجتمعنا على هنا فاجتمعنا أقوى فاجتمعنا طاب للأهل والصحة طاب للمسلمين طاب طبت بالخير عيدنا. بارك الله حلو بارك الله أفرح العبد فطره. بارك الله وبارك الله ربه عم خيره. بارك الله وبارك الله أفرح العبد فطره. بارك الله عيدنا بارك الله وربه عم خيره. بارك الله بارك الله ربي بارك صيامنا ربي بارك قيامنا وتقبل جهودنا. بارك الله وبارك الله وبارك الله وبارك الله عيدنا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ترى يا جماعة الخير هذه وليدة اللحظة يعني عاد كيف لو كلمناه من يومين وجهزها لنا تتوقع الحلقة كاملة كلها. بارك الله بارك مبسوط الله. أنس أنس مبسوط الشباب مبسوطين اللي ورا إدارة الإنتاج مزبطتنا اليوم. نبغى الجميع كلهم طبعا مبسوطين حتى الأولياء الأمور اللي جايين معانا خلف الكاميرات يعطيهم العافية. منورين نقول لهم كل عام وأنتم بخير. صفقة تحية لهم جزاهم الله خير. كل واحد بابته موجود اليوم. بس في 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 صحيح في مشكلة إنه اللي خلف الكاميرات الآن حتى الأولياء الأمور يتقهون ويشربون شاي. إحنا لسه القهوة والشاي ما والله جاهد. المشكلة إني قاعد أشر أظن حتى المشاهدين افتهموا له. عيد قهوة 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 عيد قهوة قهوة عيد يلا الحمد لله قهوة قهوة هو يقول لا لا جانا دقيقة أصبر أيوة واللفة الحجازية الله تحية 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 السلام عشان إحنا في عيد وفرحة وحلويات وقهوة السلام دي طيب احنا بنرجع برضو لضيوفنا الكرام. احنا معنا عبد الله الغيثي طبعا جانا مشرفنا من المنطقة الشمالية. بس خلينا ناخذ فنجال يا اخي الحمد لله انا قاعد اطالب فيه مطالبة الحمد لله يا رب ان شاء الله اتوقع انه هناك يقول لي حساب وانا خارج. لا ما عليك شباب عيد مزبطين ترى يا جماعة عشان العيد. تسلم ما ظنيت انس ما يؤتمن. طيب عبد الله شرفت نورت. عبد الله بس انا مدام انت جاينا من الشمال واحنا حلقتنا من الغربية في رابط قاعد تسويه انت في التمثيل وبدأت فيه اللي هو شغل الحجاز. ايش دخلك في الحجاز؟ احبهم الله احبهم يا ابويا يعني في يعني ما في ألز واجمل من اهل الحجاز. ايوه ركز كيف يعني ثانية واحدة يعني اهل مكة وجدة ولا جدة؟ جدة والحلاوة اللي شو يسموها؟ اللدو اللبنية ما عجبتني عشان كذا ما قلت اسمها. لا انا عارف لا عرفني ان عندك تراث لا تقول تردد والمنتو واليغمش وال بس لا بس الشخصية الحجازية انا اتكلم عن الشخصية اللي قاعد تمثلها ما شاء الله في فترة سابقة يعني الله يشوف ناسبتك هي ولا ايش؟ وانت قاعد تكررها في كل تمثيل تقريبا. انت قاعد الحين تذب علي. لا اعطيك واحده حلوه يعني بين وبين. لا والله شوف يعني هي يعني كاركتر مشيت فيه وقد يكون لقى يعني بعض القبول واستمرنا فيه ولا هو في كاركترات اخرى بس انه يعني احس انه شوي مميز احنا يعني احنا كذا حسينا بعاطفه عشان احنا من الحجاز حنينا ايه كل ما نشوفه كذا هو عبد الله. لا بس ترى عبد الله من ايام المجره. ايام المجره هو في المجره ايش كان؟ والبي. ايوه هو لا بس هو في المجره اول ما جيت على طول اتجهت والله عبد الله غيث بس دام من الحجاز والله انخميت فيه. حسن من جده. هو شوف انا اعلمك شغله الشخصيه هذه لا موجوده من بدري.
من قبل من ايام اليوتيوب موجوده ايوه في مقاطعكم فما ادري كيف سبحان الله في المجره كذا طلعت السالفه ما ادري كيف من وين استلفت اللبس ولا حقك نمسي بالخير على صاحبنا حسن عثمان قلت لك ما في شيء ياخذ حلال كل شيء متسلف بس عموما لا ممكن تصير عيديه هذه عبد الله ايش رايك هذه عيديه لك والله انا اتوقع انك حسن عيديه لك خلاص عبد الله اخر مره اخذت عيديه نبغى نعرف كذا نخش جو ايوه اخر مره اخذت عيديه متى بلاء هات حزينه حنحط لك بعد شويه ان شاء الله صار لي فتره ما اخذت عيديه ترى انا يعني عيدي يعني قبل كم سنه نقول يعني تقريبا قبل 15 سنة قبل 15 سنة ما أخذت عيدية أبدا؟ يعني أنا أنت من أيام المتوسطة شكلك ما أخذ أساسا أيوة والله أنا أتذكر خلاص أبو المتوسط وقفوا بس لا تلعب في المايك أبشر طبعا أنا أديك تنبيه يعني باختصار أيوة أعطيك أطلع خربشة عندك حرشت المشاهدين خربشت تكلمت في أشياء حزينة لا يعني كيف أقول لك هم ضحكوا علي أيوه قالوا لي أنت الحين صرت إنسان كبير سيبك وسيب شغل البزورة طب 50 5 نعشيك نغديك ما في فكنت اشوف والله مو بس مئات خمسينات انت اعلى شيء اخذته كم ايوه الحين قاعد هاي طعيم فخير 100 ريال كم كنت أخذ؟ والله ما بس والله أخذ شوف كم. اعلى شيء اخذته صراحه كانت 100 ريال صوره الملك فهد اتذكرها لا حلو 100 ريال معقول احنا كنا في برنامج ثاني مع شباب كنا برضه ان شاء الله حتجي في سهرات العيد ايوه بعض الشباب اعلى شيء اخذوه 30 ريال اعلى شيء على شيء كعط لا بس لو تجمع المبلغ كامل لا 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 مو المبلغ كامل المبلغ كامل نتكلم هو المبلغ كامل ولا لا لا كعطيه واحد عيب عليك احنا اللي ناخذ من هنا نصرف من هنا الله ومرات ينسحب من هنا لا المبلغ كامل يعني اكبر مبلغ اللي اخذته بحياتي ايوه يعني لو نقول يعني 300 ريال 400 ريال حلو ما جيت حتى نص راتب الجامعة حول يعني مثل يزيد اخر عيديه اخر عيديه اخذتها اخر راتب في العيد هذا راتب العيد لا انت كمان لا يعني حلقه المحرومين لا ما حلقه عيد يا جماعه نعطيكم والله ترى مشكله هو يسوي اهات محروم السياره والله هو ملحن ومشتر يسوي اهات الصغير لا يحتمل بالله اخر مره يمكن المشكله مو على اني شايب والله واضح انك صغير اصلا واضح 34 35 49 ايوه تقدر تقول يعني تقريبا ما بين ال 20 وال 40 ما اذكر متى اخر مره خدها والله من زمان يمكن والله خلينا نفترض 10 سنوات يعني أوف. كنت في ابتدائيه متوسطه شفت ثانويه مؤكد إني مستحيل اكون قد اخذت عيديه متوسطه اخذت لا والله انا اخذت الحمد لله متوسطه ما ادري ليك انت محرومين ايش حارتكم هذه الحمد لله الحمد لله يا رب لك الحمد ايش حارتكم احنا كنا ناخذ ال100 وال200 ونشتري بساكن والساكن لدينا حاره انت غير من عائله غنيه احنا احتراف لا يا اخي ما احنا قد حالنا اي صح هذا مجلسنا مجلسكم هي تذكر المجلس صدقني لا لا بس عندي مشاركه ممكن اقولها ايوه بعدها بنروح لحبايبنا الحلوين هنا عندنا مسابقه مشاركه ونسوي لها أيوة. كمان قفله لا بس خلينا نكون واقعيين ترى والله نبغى لها قفلتك لا قفله مرتبه المره اهم شيء النقطه ايوه النقطه شوف انا علمك شغله العيد ايوه بمضمونه ليس بالماديه اللي فيه فلربما حلاوه تغنيك عن المئات مليون يا ربما الله انا من الناس اللي اخذت حلويات كنت ادخل مغر رزاق قبلة على جبينك نسمع تحيه لعبد الله ويزيد ما شاء الله واضح انه ما اخذوا عيديات معليش انا نجبر كسر قلوبهم معليش يقول كان يفرح بالحلاوه انا والله كنت ادعي على اللي يعطينا حلاوه ادعي على فلوس فلوس انا انسان ترك الدنيا انا الان بروح انت روح لبزران انا بهديهم شيء تهديهم حلويات يستاهلون اسولف معاهم حلويات ورد هذه اليوم ما شاء الله والله مساكين عبي قاعدين ياكلون عبد الله كيف حالكم طيبين؟ تحب المعمولة؟ لا لا لكن انتم نايمين مو ابغى صوت عالي كيف حالكم طيبين؟ ما شاء الله ابغى صوت عادي بقول لكم من العايدين يلا خذ لك يلا لا 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 لا, لا, لا ابغى صوت كذا عالي عالي من العايدين يا سلام عليكم عندي لعبة الآن من يبغى يلعب معايا فيها يلا طبعا للمعلومية حياخذ هدية اللعبة هذه حياخذ هدية مقدمة من ورد رجع الهدايا حقتي حياخذ كلهم حياخذوا حلويات اليوم ولا واحد منكم حيخرج اللي يروح لامه وابوه معاه حلاوة يقول لامه هذه حلاوة ها خلاص كلهم حتاخذوا حلويات يلا المايك مع مين؟ يلا اوقف اوقف ايش اسمك؟ كريم لا يعني بالمايك انت عارف ايش اسمك؟ كريم كل عام وانت بخير وانت بصحة وش تقولي للمشاهدين قاعد يشاهدون شوفي الان هذا الكاميرا قدامك والمشاهدين قاعد يشوفونك الان في الحلقه هذه ايش تقولي لهم؟ كل عام وانتم بخير ايوه بس كذا؟ واحده ثانيه اعطيهم غيرها من العايزين واحده ثالثه كمان من الفايزين واحده رابعه كمان عساكم من عوادي عساكم من عوادي تحيه لا خلاص هذه المسابقه تحيه تاخذ هديه اجلس يلا استريح حتاخذين هديه اليوم حلاوه العيد حتاخذينها تروحين بالبيت خلاص؟ اعطي المايك للبنت اللي وراك ايوه ايش اسمك؟ اوقفي ايش اسمك؟ ليان ليان كيف حالك؟ طيبة يلا شو تقول للمشاهدين؟
كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. يلا يا ليان، عندي لعبة لك، من 10 إلى 1 بسرعة تقولينا على التنازلي. على التنازلي، جاهزة؟ 10 أيوه يلا. 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تحية ولا تحية لها، ما شاء الله تبارك الله، هذه النباهة ما شاء الله، بنت نبيها ما شاء الله عليها. استريحي يلا اجلسي وتاخذي هدية كمان معانا. تفضل معانا، شو اسمك؟ ايش المسابقات هاي الضيفة؟ دحين اوريك المسابقة الثانية. هذا اسمع صهيب، صهيب عشان عيد يا حبيبي، انا ما ودي ان يخطون. انت مطرطع على ما تبغى ماخذون هدايا. هدايا قوية يا اخي. هدايا قوية؟ يعني ما يستلمون هدايا حتى لو ما شاركوا مسابقة؟ ونباك تقول لنا ايش الهدايا؟ يعني ما يستلمون الهدايا لو ما شاركوا مسابقة؟ لا والله يستاهلون، شوف انا قاعد اهديهم قبل ما انا اهديهم بدون مسابقة. الحمد لله يا ربك الحمد. شو اسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن، شوف الكاميرا قدامك، شو تقول المشاهدين؟ مناسبة العيد. كل عام وانتم بخير. أيوة. العايدين والفايزين السالمين الغانمين. يا سلام يا سلام، اسمع له تحية، اسمع له تحية. وعندنا مسابقة له، عندنا مسابقة له. شكل صايب اليوم يبغى واحد منهم يختم المسابقة. يلا سوي معايا كذا قدام الكاميرا، خلي وجهك على الكاميرا، سوي معايا خمسة كذا، خمسة خمسة. إذا قلت صفر قفل يدك. صفر خمسة واحد. يا سلام، إذا أخطيت ولخبطت معايا تجلس على طول، ما تاخذ هديه عشان صايب ما يبغى يوزع. ما بيعطيكم هدايا، خذوها مني. يلا خمسة صفر حبيبي. واحد واحد خمسة خمسة صفر صفر يزيد خمسة. ان شاء الله تجيبوا قهوة مرة ثانية. صفر صفر. سوى له تشك كذا، سوى كذا مصورنا، انت شفته صح ولا لا؟ طيب اسمعوا تحية، اسمعوا تحية، اسمعوا تحية وياخذ هدية. تفضل سريع يجلس، يعطيكم العافية. ابغى اسمع الان صوت عالي كلكم للمشاهدين، كل عام وانتم بخير، قولوا لهم كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. وفي لعبة ثانية لعبد الوهاب، في لعبة ثانية بإذن الله حتكون مع الشباب الحلوين. احنا الهدايا حتيجي بعد الفاصل إن شاء الله، لكن خلينا أيوة. نطلع فاصل قصير عبد الوهاب. يلا. ولسه عندنا ما شاء الله كثير من المسابقات والأجواء الجميلة، خصوصا مع ضيوفنا اليوم. راح نتجه إلى تقرير من التقارير اللي يحكي جو من أجواء العيد مع زملائنا المراسلين اللي يعطيهم العافية منتشرين في الميدان. إن شاء الله اليوم معنا أكثر من تقرير راح يكون في أجواء فرحة عيد الفطر المبارك. فاصل ونرجع. كل عام وانتم بخير، يا عسى الخير الوفير، لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير. بأداء صلاة العيد، تأتي عادة الاحتفالات بالعيد كأحد أهم التقاليد التي تحرص المجتمعات بشكل عام على إقامتها، لتظهر روح الألفة والمحبة والبهجة والتكاتف، حيث يجتمع الأهالي صبيحة يوم العيد في منزل كبير الأسرة، فيحضرها الجميع والصغير قبل الكبير، ففي اللقاء تصافح للأيادي والتقاء للقلوب، وتعزيز وتوطيد للترابط الأسري. إن شاء الله العيد عيد مبارك هذه السنة، والسنة الأخرى إن شاء الله حتكون أحسن من المنتهية. ونحن إن شاء الله نتمنى لكل الناس في العيد أن يتجامعوا مع بعض، وأن يصافحوا بعض، وأن يكلموا بعض، ويسامحوا بعض، وكل إنسان مخطئ على أخوه في العيد لازم يصافحه. موعد مبرم في وقت محدد من كل عام، فرب الأسرة قد هيأ مكانه ليكون ملتقا سنويا للتراحم والتواصل في صبيحة يوم العيد، لتبدأ المراسم الرسمية للملتقى بعد صلاة العيد مباشرة، لتزدان بالتحايا وروعة الاستقبال، حيث تتصدر القهوة العربية سلسلة الضيافة، وتعقبها مائدة إفطار العيد، حيث تختلف نوعية الإفطار من مجتمع لآخر بحسب تقاليده، إلا أن رب الأسرة هنا وضع تعتيمته الحجازية كجزء من التقاليد الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، فلها عبق مميز في العيد، كما أن للقاء رونقه الخاص. أجمل شيء في جمعات العيد الجلوس مع كبار السن، أخذ حكاوي زمان وكيف العيد كان زمان معاهم، والأجمل من هذا كله الجلوس مع الجدات سبحان الله، يعني كانت الجلوس معاهم شيء جميل، يعطوك عيديات وانت كبير في يعني في هذا السن سبحان الله، مهما كبرت تشوفوك صغير في عينهم، صراحة حاجة لا توصف. في ملتقى صبيحة العيد يدخل الضيوف في أدلجة مختلفة متعاقبة من كرم الضيافة، لتصل في نهايتها للحظة تتويج الصغار بالعيديات من رب الأسرة ومن الجميع، فالعيد يدخل فرحته إلى قلوب الكبار، ويدخلها أضعافا إلى قلوب الصغار الخالية من هموم الحياة ومشاغلها، فتبدو عليهم مظاهر السعادة الغامرة عند حلوله، ويبقى العيد بالنسبة لهم قطار فرح ملون يغمرهم بنشوة السعادة والهناء. لقناة المجد
عادل بفلح من فرحة العيد بجدة. بيننا أحلى الليالي بالوصل يحلى المنال، والتهاني بخير حال لجلكم عبر الأثير، لجلكم عبر الأثير. حياكم الله بياكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل وفرحة العيد اليوم. صراحة الجميع فرحان بهذا العيد، عيد الفطر المبارك لعام 1437، والشباب اليوم معانا مبسوطين ومستانسين. وسمعنا قبل شوية نشيد وليد اللحظة، ترى يا جماعة الخير من يزيد. الآن بنسمع نشيد ثاني، ما ادري هو وليد اللحظه ولا مو وليد اللحظه، بنشوف الان. بس قبل النشيد معلش انا عندي شيء قبل النشيد. وش هو؟ بيقهرنا بيقهرنا عشان صبوا له في الفاصل قهوه وما صبوا لي قهوه. انا عايز بالله اديني السالفه. وش في عبد الله؟ يعني انا عبد الله الحمد لله. تفضل عبد الله قول لي. وعلى نياتكم ترزقون. قول لي السالفه. اي والله وعلى نياتكم. لا خلاص خلاص كمل النشيد. مشاهدينا يعني كل واحد يعيش، كل واحد يعيش فرحته بطريقته. حاولوا تنظرون في فنجان صهيب وعبد الله كذا. ها انظر يا اخي. بسم الله بسم الله. قول بسم الله. بس على طاري القهوه العربيه، يقول لك القهوه العربيه البن من اليمن، والهيل من وين؟ من الهند. ايوه. والفناجين من وين؟ من الصين. ايوه. كيف سموها قهوه عربيه؟ والله قلت المشاركه الحلو النكته. بالله بالله اوكي والله. والله جميله جميله. لا سؤال يا اخي سؤال. عزول عزول لبعض ترى يا جماعه. متوعدين من قبل الحلقه بيعزول لبعض، لكن الان ولا ومتوعدين خربوا على يزيد. يزيد استغفر الله. عطنا نشيد اطربنا يا شيخ، واطربهم كذا شويه، وريهم كذا الحركات اللي قاعد يسوونها ذي. هو الضيف إذا هز فنجاله ويجي بس مشكلة، ما في ناس هزيت الفنجال كله. هزيت فيها الطاولة. ردد معاك فيها يا يزيد؟ أيوه فيها رد. ترديد يلا فيها ترديد. ترديد يا سلام يلا. والله وليدة اللحظة. وأقوى واحد يردد. معروفة. معروفة. احنا بس خلينا نذكر المشاهدين إنه احنا اليوم زي ما ضيفونا ورد بالضيافة الجميل هذا، قدموا لنا لكل حلقة 4 كبونات قيمة الكبون 200 ريال. يا سلام. الله. 200 ريال تروح تدي ماما ولا بابا يروح يقضيكم حلويات ورد. يعني فاللي يعطي صوت اعلى هو اللي ايش؟ هو اللي بيعطيك كوبون. ياخذ الكوبون. ما ادري ايش. والكل بيعطون هدايا. عشان ما نقول في بعضهم كوبون وفي بعضهم بياخذ الكيس حلاوه مباشره، ما يروح المحل على طول ياخذ. نعطيكم حلاوه برضه. يا سلام. يلا يزيد. يلا يزيد. هي اظنها معروفه عندكم، اسمها ناقة الشوق وسري لديها تبدع. ايوه. تقول الشطر الرابع. قول ايوه. اللي هو نسير نحو المدينه تمام؟ تمام. تعرفونه حين شدنا نسير نحو المدينه. استغفر الله. تقلبون بالعيد نديهم كذا. يلا نجرب تلميح. طيب. سري لديها تبدى فقلت كوني أمينة، يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة، نسير نحو المدينة. وفتمتمت مقلتها والدر غنى وتاها، والعين أجرت جمانا بعد النوى في المدينة، بعد النوى في المدينة. وفاح عطر الجنان فما ملكت جناني، وفاح عطر الجنان فما ملكت جناني، كأنما طار مني قد شم ريح المدينة، قد شم ريح المدينة. وكانت لروحي مآبا فراق عيشي وطابا، صلاة ربي على من أقام صرح المدينة، أقام صرح المدينة. سري لديها تبدى فقلت كوني أمينة، ويا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة. أسمع نسير نحو المدينة، حلو حلو نسير نحو المدينة، نسير نحو المدينة، نسير نحو المدينة. السلام عليك. كانت واطية عنده، كانت واطية عليهم. أيوه. كلهم يستاهلوا هدايا. لا والله يستاهلوا صراحة، يستاهلوا هدايا. ويا زيد يديكم الهدايا لأنه هو اللي وطاها لكم. هو يقول وطى وطى صوت. أيوه يا أخي الفنجان. يا سلام. فنجان جديد. أيوه فنجان ثاني. عطى شوف القدح كيف. عبد الله. طيب ابغى بسال يزيد في سؤال دائما بين الشباب، ولا خلاص ما دام صبينا القهوه لعبد بنرجع لك ترى نفس السؤال. لا خذ راحتك. السؤال دائما يقولون يعني حتى بيننا احنا كشباب جلساتنا الخاصه كذا، انه فرحه العيد وطعم العيد بالنسبه لنا احنا يعني كبرنا حتى في العشرينات او بعد الجامعه، انه ما عادت زي اول. انا بقول لكم بنظرك انت ايش السبب؟
ايش الاسباب؟ اعطينا اسباب، وعبد الله حيعطينا بعض الاسباب، وحتكلم انا وكل واحد يعطينا رايه الشخصي. انا والله مشغول الحين حاليا افك لكم الحلقه. كان السؤال لو سمحت مره ثانيه، السؤال ترى كان مركز مع القهوه. لا لا بصراحه سؤال كره طويل والله. مشكلتكم انتوا الاثنين ما عندكم قهوه وقاعدين. انا قاعد قهوه الحين وجا وقت الحلقه كمان. انت عبد الوهاب. لا انا خلوني عند القهوه. عندكم مشكله في الاستطراد وحتضيعون وقت الحلقه، واحنا ما المشاهدين ما سمعوا شيء. طيب خلنا نسمع. عرفنا القهوه. السؤال انا وعبد الله عندنا سالفه بس. طيب يلا خذ راحتك. طيب السؤال ترى لكم، ما تقول العيد السؤال. طعم العيد، طعم العيد ما نحس فيه زي تبغوا حلاوه؟ زي يعني اول. ليش؟ دائما مين يقول ذلك؟ السؤال لك الان نظرك ايش السبب؟ اغلب الشباب يسولفون فيما بينهم احيانا. مين يقول انه ما نحس بطعم العيد؟ تقولوا لا كثير. انا اتكلم عن نفسي، انا بالنسبه لي طعم العيد الان مثلا مو زي اول ما كنت صغير. فهمت قصدي يا يزيد؟ يمكن عشان العيديه. لا مو عشان العيدية. يمكن عشان العيدية. لأنه أنا ماني شايف إنه العيد راح طعمه ولا طعمه اختلف عن زمان. عندك يعني أنت من عمرك 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات إلى الآن نفس طعم العيد معاك ما شاء الله؟ لا قوة إلا بالله. يمكن فرقت شيء بسيط جدا اللي هو بس الجوالات. أيوة. التواصل الاجتماعي اغنت عن ان الناس تسافر البعض عشان تجتمع وتعيد مع بعض. طب ممتاز. انا اهنيك والله بالنسبه لك انت. أيوة. اهنيك ما شاء الله تبارك الله انه العيد عندك نفس الماضي نفسه الان ما شاء الله ما تغير عندك شيء في العيد. مو مرة. حتى نفسيتك مو مرة. يعني نتفق معاكم من ناحيه الجوالات. أيوة فقط الجوالات بس نسبه بسيطه بس فقط الجوالات. يمكن الحين طلعت الجوالات بعد يمكن يزيد نظل نجتمع حتى لو بالجوالات. معلش انت ساكن في حاره شعبيه؟ انا ساكن في حاره شعبيه. الحارات الشعبيه هذه الميزه. هذه ميزه صح انه الحارات الشعبيه لا زالت تحتفظ بهذا الجو في العيد صراحه. يعني الان نشوف الحارات الشعبيه اجتماع اهل الحي في المسجد يوم العيد، تشوف اكثر من جنسيه من مثلا السعوديه، اذا قلت اكثر من مدينه، واذا قلت برا السعوديه اكثر من جنسيه، كلهم يجتمعوا في مكان واحد وتشوف انواع الاكلات والجمعات. وفيها ابتسامه، فيها روح، فيها تسامح، فيها صفاء. يا اخي حتى اللي في بينه وبين واحد ولو كانت المشكله بسيطه او كبيره، يوم العيد تختفي هذه المشاكل. الجوالات للناس البعيده جدا. الناس البعيده جدا. وانا اقصد لما احنا نجتمع في حاره شعبيه ما نحب اول الجوالات اثرت على الكل اكيد، بس انه اقصد الحاره الشعبيه فيها شيء مش موجود عند الحارات اللي هي مو الحارات. حتى ما عاد صارت اسمها حارات، احياء صارت. احياء عشان كذا الحارات العيديه ما قامت تفرق معانا اصلا. شوفتنا جماعتنا مع بعض هذه بحد ذاتها عيديه. شو اسم حارتكم؟ شو اسم حارتكم؟ ايوه الحاره عادي على الهواء. على الهواء ايوه. غليل. حاره غليل. ايوه غليل عشان كذا. شوف حاره غليل ما تقدر تقول حي غليل. ما تجي هي حاره. ما تجي هو حي غليل الراقي. في حي غليل الراقي. هاي تفضل. هو نفسه. هاي تفضل. خذ لك. اللعب. عبد الله نفس الفكرة. أنت العيد زمان نفس العيد الآن بالنسبة لك أنت يعني نفسي أنت عيش الفرحة نفس فرحة. لا لا لا. قبل 10 سنوات نفس فرحة قبل 8 سنوات. العيد السبب أول. العيد أول كان له روح يعني. كيفني وأنا أتكلم كيف؟ كيف الروح يعني؟ الروح كانت سواء في الطلعة الاجتماع يعني. تخيل أنت الآن تجتمع. الآن للأسف أغلب اجتماعاتنا كلها يا تصوير سناب يا الجوال. صح. لكن اول خلاص كنت تجتمع تستمتع باللحظه. تجتمع في على قولتهم تستمتع في اللحظه، فيها سوالف، فيها انك تطلع مثلا البر تاخذ معك ذبيحتك. تجتمعون الصباح مثلا في استراحه فلانيه الناس تيجي. مو زي الان يعني حتى في تكلف ترى في الاثاث في العفش. يعني يمكن المتزوجين يدرون يعني ما شاء الله حلويات يعني. انا ادخل مرات يا رجال ما انا اضرب وجه اللي قدامي في الديكور. انا اضرب الديكور وبالحاله. صحن الحاله ما شاء الله شركات هاي كلاس. واعتقد انه هذه مشكله اصبح فيها تباهي. وهي المشكله بحان ممكن نقدر نقول التمدن زي ما انت نجمعها التمدن. ترى التمدن والتحضر هو ممكن يعني جمد بعض الامور. مع انه اول كانت الحلاوه كانت مرات تكون اللي هي الحلقوم او هذه البسيطه اللي هي التركيه اللي اسمها هذيك ايش اسمها؟ راحت الحلقوم. راحت الحلقوم. اي الحلقوم هذه اللي تجيك قاسيه تجلس ساعه تاكل فيها بس يعني. الان في ترى في حلقوم حجازه تبغى ساعه تاكل فيه. طبعا انا 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 عندي فلسفه ممكن احنا تغيرنا كمان ان احنا كاشخاص. احنا لما كبرت انت ما تفرح مثلا ما كنت تفرح بالريال الان مو زي اول. مثلا قبل 10 سنوات كنت تفرح بالريال اللي يعطيك اياه 5 ريال العيديه. افرح بالحلاوه افرح ممكن الان يعني اهتماماتك بعد ما كبرت يعني الفرح مو زي اول يعني ممكن نفس الشخص. لا شوف الفرح الان انا احسه صار يعني ما نقول الكل يعني الاغلبيه صار اغلب الاعياد عندنا صارت عباره عن مظاهر صراحه. ما مظهر انا فرحان. هذه المشكله. شوف عبد الله قال نقطه المظهر قاعد تنتقل ترى زي العدوى. سبحان الله زي العدوى. تدخل مجلس فلان معك اهلك وعائلتك شافوا عندهم هذا الشيء اكرموكم. هم ما عندهم طاقه انهم يكرمونكم. ما شاء الله تشوف اصناف الحلويات والقهوه والشاي يعني اشياء يعني بذخ فيها على قد حالهم هم يقدرون. بعد كذا نزل العشاء تشوف ايش العشاء الفاخر هذا.
يوم من الايام هذه العائله فكرت تزور هذه العائله الثانيه، ما تقدر العائله الثانيه لكنها تضطر انها جاري تضغط على نفسها انه جاري المظاهر. حتى بعضهم يمكن ما لسه مجرات مظاهر وليس مجرات روح يعني في الاخير ممكن بعضهم ما يعزم يقول يقول والله ما نقدهم. ايوه ايوه والله قدموا اشياء مثلا ما هذه هذه لا لازم نردها لهم. ايه ولازم نجيب هديه ولازم. فاعتقد انه هذه الاشياء الملموسه وليست المعنويه يعني صحيح. هي اللي اثرت بشكل كبير. واعتقد احنا نقدر نلغيها واحنا نقدر نجيبها ونكبر. وانا اعتقد برضو انه حبايبنا الابطال لازم يلعبون لعبه الحين. انا اعتقد والله انت عملتهم كثير وجوائز ما صرفتها. طيب الان بشوف الجوائز انا بقول لمخرجنا الان رايح لهم بنشوف الان اصغر واحد معانا هنا في المكان هنا. اصغر واحد مين في الروضه؟ اللي في الروضه مين؟ انت في الروضه. اعطيه المايك اعطيه المايك. يا سلام خليك واقف. يلا اوقف 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 اوقف. كيف حالك؟ عبد الله. خليك مكانك كذا. ايش اسمك؟ ما شاء الله عليك كبير. رائد. شوف 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 المشاهدين قاعد يشوفونك هنا. قول لهم كل عام وانت بخير. طلع وخبر. ومن العايدين؟ عايدين. ومن الفايزين؟ فايزين. وعساكم من عوادة. مسلم يا سلام تقبل طاعتكم. مسلم طاعتكم. الله والله ما ادري عالم ترجمه هذه الاخيره دي اكتب تحتها وتقبل الله طاعتكم حبيبي انت. طيب الان ابغاك تقول لي خمسه الوان موجوده قدامك من البلالين وتاخذ هديه مباشره. يلا عطني خمسه الوان. ايش في الالوان؟ بس بالمايك لا 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 خليك بالمايك بالمايك بالمايك. ايوه ايش اللون؟ ازرق ازرق اخضر 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 كمان. ايوه اخضر اخضر, أخضر. لا غيره 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 برتقالي برتقالي يعني ما نسيها برتقال برتقال. يلا برتقالي مشينا اسود. ايوه تحيه تحيه خلاص. تعال 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 تعال, تعال, تعال. والله شاطر. خذ الهديه تعال يلا تستاهل تستاهل. يلا ما شاء خذ الله. الهديه يلا اجلس مكانها. تحيه ثانيه تحيه ثانيه له للبطل. يلا طيب نبغى واحد ثاني ما دخل المدرسه كمان. مين؟ بس دقيقه ما دخل المدرسه. تعال مبادره مني انا وعبد الله ان احنا نهتم بالاطفال. ايوه ونعطيهم ونغذيهم. ايوه انا المره الاولى قمت عبد الله. انا المره الثانيه ايوه عبد الله قام يعني عشان الحلويات تو شربناها. يلا تعال خذوا حلويات عبد الله. يلا عندك تعال قدام تعال. اوقف اوقف هنا عنده. ايوه اوقف عنده. يا سلام يا اوقف كذا. يا سلام شو اسمك؟ خربت فارس. طل في الكاميرا شوف الكاميرا قدامك. فارس. فارس مين؟ فارس علي فايع عسيري. نعم الله. قول كل عام وانتم بخير للمشاهدين. يلا كل عام وانتم بخير. ايوه ايش هنيهم كمان بالعيد؟ ايش تهنيهم؟ عفوا اهنيهم بكل المشاركين. ايوه تقول تقبل طاعتكم. تقبل الله طاعتكم. تقبل الله طاعتكم. طاعتكم يا سلام. طيب انت دخلت المدرسة ولا ما دخلت المدرسة؟ انا دخلت. دخلت المدرسة. يعني تعرف كل الالوان وتعرف كل الارقام. طيب يلا قول قول معايا 10 20 كويسه 10 20 بعد ال 20 وش يجي؟ 30 30 وبعد ال 30 40 بعدها 50 ايوه الى 100 صح؟ ابغاك تقول من 100 الى 10 تنازلي. يلا يعني تقول 100 90 تنازلي تمام؟ يلا اتحداك. يلا تحدي بيني وبينك. يلا 100 ايوه 99 لا قفز عشرات بس نبغى 190 80 وتماشي كذا. يلا ايوه قول 100 100 ايوه 80 80 80 90 100 انا اللي خبطت 190 190 بعدها ايوه بعدها 80 80 بعدها 70 ايوه بعدها 80 80 تحيه حيوه حيوه ما شاء الله. يلا مين يتحداني مين يتحداني مين يتحداني ويجيبها؟ يلا مين يتحداني ويجيبها؟ تفضل. عبد الله باخذ اثنين من العيال. خذ من البنات. خذ يلا من البنات. يلا مين يتحداني من البنات؟ يلا مين يتحداني؟ مين يتحداني؟ يلا يلا مين مين؟ اعطيه المايك اللي وراي. اعطيه المايك. خذ المايك. انت وقف في مكانك. خليك مكانك ووقفي بس وقفي. الكاميرا حتجيكي. ايوه شوف الكاميرا. يلا هني المشاهدين. قولي تهني المشاهدين. تهنئكم بحلول العيد. عبدالله انا وعبد الله عندنا مبادره ثانيه بس عشان لا تستطيعون تضيعون عندنا مبادره بس المسابقه بس صغيرة. عندنا مبادره. طيب تفضل يلا نبي نجيب عود. خربوا عليك يا نعود نبخر الشباب ان شاء الله. يلا بخروا. الله يطيبكم ان شاء الله. والله استطرادهم علينا. عندنا استطرادهم كثير يا جماعه. ترى الحلقه استطرادهم كثير يا جماعه. طيب يلا تفضل. ايش اسمك؟ وريف عبد الاله فلاته. يا سلام ونعم والله. ارفع صوتك يا وريف. ها ارفع صوتك. يلا تكلمي مع المشاهدين. قولي للمشاهدين هني المشاهدين. أهنيكم بحلول العيد السعيد. يا سلام كل عام وانتم بخير. قول لهم كل عام وانتم بخير. عساكم طيب من عواد. لا لا ما تمسكين. يلا يلا وانت طيب وانت بخير وصحة وسلامة. يلا قول الأرقام من 100 إلى 10 سريع بس. ها يلا تنازلي. 190 80 70 60 50 40 30 20 30. يا سلام 30 20 10 تحية حيوة حيوة. تستاهل التحية. وهذه الهدية مقدمة من وردة. هذه الحلويات تاخذيها معاكي للبيت. تفضلي تدخل الحلاوة.
تستاهلين. الان نرجع لضيوفنا ونرجع لزيد تدعين على بس قبل لا نرجع لزيد نروح عندنا فاصل صايب ايوه انا بنطلع فاصل ان شاء الله. بعد الفاصل برضو عندنا باقي كبونات ما صرفناها لسه، كبونات جميله تستفيدوا منها، يا ليت انتم تستفيدوا منهم لكن حيستفيدوا الحاضرين ان شاء الله واهاليهم. 200 ريال لكل كبون في هذه الحلقه مقدمه من حلويات ورد. فاصل قصير ثم نعود. احلى الليالي بالوصل يحلى المنال والتهاني بخير حال لاجلكم عبر الاثير، لاجلكم عبر الاثير. كل عام وانتم بخير يا عسى الخير الوفير، لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير. أعيدنا أعيدنا مجد. مرحبا في حينا حيث بان المفيد يسمو بنا قولنا نحن لا 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 محيد. نحن أمة القرآن عندنا أرقى اللغات أصحبها ربنا معها كم تحلو الحياة. مرحبا في حينا حيث البيان المفيد يسمو بنا قولنا عنه لا 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 نحيد. نحن أمة القرآن عندنا أرقى اللغات أصحبها ربنا معها كم تحلو الحياة. حي اللوز حينا الجميل، حي اللوز حينا الجميل. هيا يا فتيان بالفصحى نبين، هيا يا فتيان بالفصحى نبين. بالأخلاق الفاضلة بالمحبة بالأمل نسمو ننتصر على المصاعب بالعمل بادر دوما. أعيدنا أعيدنا مجد. كل عام وانتم بخير يا عسى الخير الوفير، لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير. بيننا أحلى الليالي بالوصل يحلى المنال والتهاني بخير حال لاجلكم عبر الأثير، لاجلكم عبر الأثير. كل عام وانتم بخير. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام، عدنا بعد هذا الفاصل. كل عام وانتم بخير، تقبل الله طاعتكم. حياكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم، معنا يزيد الصقري ومعنا عبد الله الغيثي ومعنا الأبطال الحلوين وابي صحبة صهيب الأحمدي. صهيب بس أنا أبغاك قبل ما نت أيوه؟ مع ضيوفنا وفي أيوه. بوعدك. طيب أوفي بوعدي الآن. سلام. الآن يا جماعة الخير اللي في البداية كانوا معانا البنوتات الحلوات اللي كانوا معانا وفازوا، قلت لهم لكم هدية ونسيت أعطيكم هدية، صح ولا لا؟ أنت شاركتي معانا قبل شوية، هذه هدية مقدمة من ورد بقيمة 200 ريال، وأنت كمان شاركتي أول معانا، هذه هدية مقدمة من ورد بقيمة 200 ريال، وفي ولد شارك معايا كمان. كلهم رفع أيديهم. لا 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 الفكرة الأولى. حشر لك 5-0-1-3. وين؟ أيوه والله تذكروا يا سيدي هذه من ورد مقدمة ب 200 ريال، تروح تاخذ طبق 200 ريال حلويات وتوديه لأمك ولأبوك. يا سلام تنبسطون في العيد. طيب خلينا نرجع مع الشباب برضو عن أجواء وفرحة العيد. انا اعتقد عبد الوهاب ايوه مع برضو الشباب الموجودين نفس الاعتقاد بس انه يختلف. نعم احنا عندنا في العيد فرصه ان نزرع بعض القيم. صحيح. انا ودي يزيد وعبد الله ايش تشوف، او خلينا نبدا بيزيد، يعني ايش تشوف قيمه مهمه يعني فرصه ان نحن نزرعها في العيد، سواء من الاب من الام من الصديق من اي شخص موجود يعني له قدره انه يزرع هذه القيمه، ايش تشوف القيمه المهمه اللي ممكن نزرعها في الفتره هذه؟ جاء العيد الناس تفرح وتجتمع مع بعض. حلو. وبين اثنين مشاحنة. صح. معناته في شيء. العيد هو فرصة. اللي حل هذه المشكلة المفروض. هو الفترة اللي راحت العيد أفضل وقت ولا هو الحل الجذري؟ يا سلام هو فرصة. أيوه. والله زي ما قلنا المناسبات اللي في العيد اللي تجمعنا تجمعنا على فرح وعلى ابتسامة، وهي فرصة إن تزرع فيها. أيوه. اثنين مشاحنين ما ينفع. صح. ما ينفع. طب نسمع نسمع طمن عبد الله الغيثي يلا. شوف انا اللي يغركم ترى قاعد امزح واضحك بس عندي كلام ترى درر اعطيني الدرر لدرجه اني انا احنا والله ودنا نستفيد هم مدحوني كثير بس انا لا لا فعلا نحتاج نحتاج نخلي العيد العيد يعني نغير من ارواحنا يعني نحتاج شلون شلون نغير من ارواحنا كيف؟ العيد ترى عباره عن روح ما هو مظهر يعني روحك سواء كانت بالضحك باللعب بالعيديه اللي تقدمها باي شيء الآن في روح العيد
انسحبت منه، خلينا نكون واقعيين. نعم. وهذا الشيء يمكن يعني يتفق كثير معي فيه. ايه. انه اجواء العيد وفرحه العيد السابقه اختفت. انا اتمنى انها ترجع. يعني على سبيل المثال الان لما كنت انت وانت صغير تنزل وتلعب في الحاره وتاكل وتيجي وتزور جارتك وجارتكم تعطيكم فلوس، كان في يعني روح، يعني في الراحه الموجوده. انت انا روحك ما هي معي. انا لا انا قاعد افكر في بعض الاشياء اللي قاعد تقولها يا عبد الله، جد والله انه كيف احنا ممكن نرجعها. في اشياء ممكن ترجع، انا ما ادري اذا كان في فرصه ان الواحد يقدر يرجع هذا الروح الموجوده. ممكن نعم، زي التسامح كان موجود زمان نقدر نرجعها. يعني احنا إيه؟ احيانا نسمع في وسائل التواصل الاجتماعي احيانا مثلا اخوان لهم مثلا 5 سنوات منقطعين عن بعض. إيه؟ لكن شخص في العائله، يعني هذه الميزه اللي يقول لك انا اقدر انا استطيع، صح ولا لا؟ شخص في العائله قال انا استطيع اني اوفق بين الاخوان دولي، وفق بين الاخوان من 5 سنوات مثلا ما تقابلوا او صح. ما سلموا على بعض، وهذه فائده العيد سواء في العيد او حتى بعضهم نسمع في رمضان. صحيح. بدايه رمضان اول يوم مثلا رمضان، والله الشيخ مثلا القبيله الفلانيه مثلا قرب بين فلان وفلان، شخص في العائله، فرد في العائله، انسان بسيط قرب بين فلان وفلان، وصل عائلتين ببعضها، وهذه القيم الساميه في مثل هذه الاحتفالات. قول. لا فعلا فعلا، يعني الحين العيد لو تسأل أي شخص يقول لك العيد عبارة عن يوم أو يومين، مع أنه زمان وإحنا صغار كان العيد أكثر من 5 أيام كان بالضبط نعتبره العيد. الله بس إيش اللي قلص الفترة؟ أنا مستغرب صراحة. لا دحين البعض ما يقول يوم يومين، صارت ساعة ساعتين. أيوة خلاص صارت لحظة لحظتين. بعضهم يقول لك صلي صلاة العيد وانتهت مراسم عنده أو مراسم العيد وكذا. وبعدين احتفالات صح؟ يعني على ما يقولون مقبرة جماعية. كبر المخدة. والله جد هذا اللي صاير، نفطر وبعدين. لا بس معلش، في ناس أرجلهم تحية، هذول الناس ما يفرق معاهم لا ساعة ولا دقيقة ولا شيء. رجالنا على الحدود. اي والله هذول ناس ما يعيدون، ما يجتمعوا، ما يفطرون مع اهاليهم، مغتربين على طول العام طول الوقت. احسنت، عسى الله يوفقهم ويسدد خطاهم. آمين. آمين. امين. وهذه من القيم الساميه جدا جدا، ان ندعو لمن نحبهم سواء معنا او بعيدين عنا. ومن ضمنهم رجالنا جنودنا البواسل على الحد الجنوبي او على جميع حدود المملكه العربيه السعوديه، او الذين طبعا يحاربون في سبيل الله. زي ما ندعو لهم برضه احنا نتواصل معهم، يعني ما يمنع انك تتصل، ترفع سماعه، ترسل رساله، هذه كلها فرصة. بهدية أنا ترى أنبسط لما أشوف أحيانا في وسائل التواصل الاجتماعي مثلا مجموعة معينة أو جروب معين أو جمعية معينة. صحيح. تروح للحد الجنوبي وهدايا. يا سلام. فرحة العيد مثلا مع جنودنا البواسل. تأثر. ودي في نشيد كذا عن العيد، عن التسامح، عن الأشياء هذه ولا؟ عن التسامح؟ والله المشكلة ما جهزت شيء. هو عنده نشيد مجهز. أعطيني نشيد كذا مجهز. حاجة كذا فيها قهوة. فيها أشياء كثيرة جميلة. يا سلام أعطيني يا سلام. بس على الرايق سماعي كذا. يلا بسم الله نسمع. ربي صلي على تاج الفلاح سيد الملاح، ربي صلي على تاج الفلاح سيد الملاح، النبي المطهر أحمد النور من فاق الصباح، أحمد النور من فاق الصباح، إما شاء وتخطر ريحته مسك وعنبر، إما شاء وتخطر ريحته مسك وعنبر، مزاهر الفرح دقت جان الفرح زين الليل، مزاهر الفرح دقت جان الفرح زين الليل، مباخر العود غنت ريحة البن في دلة الهيل، ريحة المن في دلة الهيل، إما شاء وتخطر ريحته مسك وعنبر، إما شاء وتخطر ريحته
مسكوا عنبر صلوا عليه. يا سلام، تحية يا سلام، تحية تحية ليزيد، ما شاء الله عليهم، انشغل بالحلاوة والله، مو شغل بالحلاوة، بالهدايا قاعد يتناقلون في بيع شراء صاير. ما في قاعد يصير، لا حد يزعل علينا، ترى ما في احد بيروح اليوم بدون هدية، كلكم تاخذون هدايا، كلكم ان شاء الله تاخذون هدايا. عبد الله باقي هدية واحدة ومعنا دقيقة، معنا دقيقة تعطيهم. طيب أسأل سؤال، يلا أسأل سؤال، يلا بروح لهم سؤال والهدية على طول مباشرة، اللي جاب أبغاها على طول، اللي جاوب أسرع إجابة أسمعها له هذه الهدية. تمام، نبغى مدينة من مدن المملكة العربية السعودية، هذه المدينة، هذه المدينة، أي مدينة، أي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية تقع على بحر؟ جدة. جدة، يا سلام، اسمع جدة، وأول واحد مين شو اسمه؟ أعطي 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 الميكروفون، أعطينا شو اسمك؟ رضوان. وين التحية رضوان؟ نسمع التحية رضوان. رضوان، نسمع التحية رضوان، تستاهل رضوان، يلا هذه لك الهدية يا رضوان، لأنه ما شاء الله على قول جدة على طول كذا، جدة أم الرخاء من قلبهم، وش والله تبشر بعزك، حنعطيك هدية كمان كل واحد يبغاها. طيب الله يعطيكم العافية، والله استأنسنا اليوم بجو من الأجواء الجميلة في العيد، ترى ميزة الحلقة كذا ان اريحية وفلة وبسطة، احنا جونا فرحتنا، هذا مجلسنا، نعم، وهذه فرحتنا، بيتكم بنقفل الهواء وباقي سواليف واكل وشرب والحلاوه الى الصباح ان شاء الله، سهرة عيد، اكل معموع عشان مشكله. طيب برضو ضيوفنا الله يعطيهم العافيه، انا اخذنا من وقتهم في العيد انهم يشاركونا في اللحظه وهذه الساعه الجميله في ساعه العيد. يزيد الله يعطيك العافيه، شرفتنا ونورت، شرف، وهذا شيء نسعد به احنا. شكرا لك وحفتنا، شكرا عبد الله الغيثي من تبوك، يعطيك العافيه، ابد راح اجيك على جيتك معانا وحديث معانا جدا يومين ثلاثه كمان، صح؟ لا لا جالس خلص، ما بيجي سنه جدا، جرب العيد الحجاز واحد انبسط، نرحب فيك صراحه. الله يسعدك، واليوم تقهوى عندي، الله يسعدك، القهوه والحلويات، الله يسعدك، الله يعطيك، اكرمتونا، ترى فداك، تبي تشيل شيل خذها مني، لا لهم هدايا، لهم هدايا ضيوف، ايوه اكيد لهم هدايا، والله نسيت الهديه، كل ضيف من ضيوفنا يزيد عشان تقول لي الحلا والمعمول، وهذا هذا هديه مقدمه من نورتك، العافيه، هذه هديه لك على جيتك معانا، تسلم، هذه هديه مقدمه لك يا عبد الله، اسمع عبد الله، لا لا لي لا، الله يعطيك العافيه عبد الله، نورت، انت جاي من مسافه بعيده، انا والله جاي تودي اديك طاوله، بس الطاوله تصير الطياره مشكله، عشان سبحان الله كل مبادره تقدمها، قدمت مبادرتين بودن اللي لا انت بس قال شكرا، هذا المرجع، يعطيك العافيه، الله يسلمك، شكرا، الله يسعدك عبد الوهاب. خلينا نختم للمشاهدين انه احنا في هذه الفتره، فتره العيد، يعني فرصه ان نعيش هذا الجو، جو الفرح، جو الانس والابتسامه، ان نمد فيه ايدينا بالعطاء والوفاء، نمد ايدينا بالعطاء بالوفاء، نمد ايدينا طبعا بالفرح، نمد ايدينا كذلك بالاصلاح فيما بين المتخاصمين، وكذلك ان نتشارك فيما بيننا احنا كذلك، يا سلام، بالفعل نتشارك في كل لحظه من لحظات العيد بالانس وبالمحبه، بالابتسامه الصادقه، باي شيء جميل تضيفه الى الشخص الاخر، بالعطاء، وما اجمل العطاء في العيد. يا سلام، شكرا صهيب الاحمدي، شكرا عبد الله، شكرا الصقري، شكرا للابطال الحلوين اللي حضروا معنا حلقه اليوم، شكرا لطاقم تحيه، والله لطاقم العمل، تحيه لكم انتم، يلا تستاهلون، تحيه لكم انتم، تستاهلون والله، على خير، نلتقيكم مشاهدينا الكرام، طبتم وطابت امسياتكم ولياليكم في حلقه قادمه بمشيئه الله تعالى من سهرات، كل عام وانتم بخير، في امان الله، كل عام وانتم بخير، يا عسى الخير الوفير، لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير، بيننا احلى الليالي، بالوصل يحلى المنال، والتهاني بخير حال، لاجلكم عبر الاثير، لاجلكم عبر الاثير، كل عام وانتم بخير، يا عسى الخير الوفير، لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير، بالهنا وانتم بخير، بالهنا وانتم